الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه فأكبر الله بين آيات الصدني الله إلى آيات أفرتني أفر سورة الحزاب تسي نودن بيهي وحال الله ذي حاسسك النبي قبله النبي حاسسك سآيو كبدي فمان الله تما عذابك والله الله 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 نوي لفظ دهين عذابك دين لا الله وقيمة ديوات كبه حيسان ومن يقنط كبدي عبد عده ومن كنا إذنك إذن كمن لله ورسوله وتعمل عمل فش صالحا عمل مناكسا نوتها وانسينا إن أجرها مرتين لبتر واعتدنا لها وحانو ديارنا إن رزقا كريما يا نساء النبي نبي حاسسك سيو لستن متهدين كأحد قف ومن النسائي هوانك كمدا قف أو كلمتهدين هوانك كمدا واتكسر ريسان وقورما إن التقيتون هدادا لك بغدا والنبي وديدي سمرتان فلا تخضعنا حد بعننا بالقول هذا الكه أو فيد مع الذي كي أضمعه في قلبي قلبي سمرد جفية فاسقني وكجبس وقلنا لها قولا قول معروفا وناكسا كقولا الله وعليه قبله النبي قو هوين كلمت متين مركات متقين تهين الله عبدان النبي كحرن تهين هوين كوات كسر ريسان مركات هذا الكهد بعنينه هدي ننفقه إذن الله الله هذا الكهد بعنينه ير هذا الير كفتني قصلي وحه راعننا هذا الحوق له والروح السوسو كيدا وكلاء كوها الله سيونا إذين دمعين كفاسقي كفاسقي ونا إذين دمعين وقلب جيسا أي فاسقني ما كوتشيسو هذا الكهد بعيننا ليه لكن هذا الوناكسن ده أو أن ضدك عارسينين مركل ليلي هذا الكهد بعيننا ضدك أفل جاديو عايا الله ماله هذا الدي عقل قاله وحلقة قرصة كو قولة لكن هذا الدبع سن هذا قبله هراء جاهل جها مركل تقول الله الله يرقص الياريو هذا الهوسوس هي إيش هيكو حضانيو وعسي كل دغ مشرين سدا ما سدا هيلينا ليه هذا وقت جينا الحادث كان قبلها حجابا من ننحو ندمع ما يواله به قبلها حجابا ننكستو حن أي أجمراني ما دمعي لكن قبلها انحجابنين ضد بدن بقوها انقل تاجي مركوا سلا سوك الأول يا نساء النبي نبي هوين في سيو لستن متهدين كأحد قف أو كلمتهدين من النساء هوين ككمدا إن تقيتن الله تسكى بغدان وين فلا تخضعن هدب عننا بالقول هذا الكه هذا اللي يرهوسه تلع كتير يا اللي ذن كفاه من أو فيد مع الذي كي أضمعه في قلبه قلبه سمرد جرها كتير كي قلبه جرها كتير تي فاسقني يا منافقني ما قلبه شو سوي شيء ذن هذا الكذب عسن وقلنا لها قولا قول معروفا ونأكثنا هذا لأن أفلق عادي عين مدنا هين عادية وهل كفاه من كرناها وقرنا كسبنا هذا في بيوتكن قريهن كسبنا هذا ولا تبرجنا حبم بحين تبرج الجاهلية جاهل جبن بحسي وكلا الولاء هراء وأقمنا الصلاة سلادنا أوجا وأتينا الزكاة الزكاة ربحية وأدعنا الله ألنا أضيع ورسوله ورسول كيس أضيع هو الله سيد أولي هاي نذافة يقولين دائم ثاني إنما يريد الله الله حربة يذهب إنه كتكسي عنكم حقين أريس قرنك يو دقن حمادة أهل البيت يا أهل البيت قيس في النبي قو ويظهركم إذن ظهر تظهيرا ظهرتان ووح عي يوسخ يعب منا إذن سوقلين قريه إن كسقنا هذا الليل ما يتعوى حكوشتا حاجة لا أنت هذا هو قبحنا هذا إذا المراد وإنه إذن كبحنا قريه إن إفلح سوق كبرد وإن السيدة نغطة لو خدمة ما إن إفلح كوه السيان بني آدم نمديو إسلام نمذا سيدة لو خدمة وين مصارفت هذا النكاح الله صاري يضع روت هذا سيتربية سنو قرقة سيئل علي ناس لكن دي هذه حاجة ما دواء قصبين البحان ويبحايا سيدي جاهلي يهورانا هوبا بحنا تبرس جاهلي يحوين انت اقر بسارة قادم بي مدح ساري ومكاسي حقا دم كلمنا انت مدح ساو سارة كحر مايا يا حقا دم كلمنا ملك وجهه دي ايو لونته دي ايو دعمه ايو الى الله انت يعني مغالبا كمغاني sidaha yeelina marka jahiliyada uulada waateeba lay adu hadal badan bay kale yihiin jahiliga idinka idinka horeeyay buu macnaheedu noqon waliba waxayna waa intii nuux iyo aadam u dhaxeysay waa intii nuux iyo ibraahim u dhaxeysay
وانت سيدا ودحيسي انت هاسو دنوا هذا البدني وحاتلا جاهلي جي هورمرك اللي هي جاهلي دنبا متيرا وحي إذنك يكون رأي جاهلي جاها هو يكوض سيدا إهايين هنقننا وهاسو بمبحينا بمبحي دينا وان شاقنا يو انت مرادة صعب مدحة أسارانو حقا دم كل المياه يتشير كودي أعداني وحاسو دن اسكوا دبنائي هي سيدا هي يلينا لي الله وحو سيدا أولي هي صلاة يزكاة صلاة وعبادة الله وقارة أول للاوة داقن زكادنا وإحسانك بني آدمك الله صمى فلوه الله أضيعي رسول كيسوكا أمر قاته الله حسيدا أوليه قنوكا إنو إذن كبابي آل بيتك يوم أو إذن ظهره أو وحعب يوسخ من ذي إذن سيوغلين آل بيتك مالكما يسا وحام وقته هوين كان نبي هو آل بيت آل بيت رسول الله وين لكن آل بيتك اللي يقانئ غني خمسك لها زكادنا كحرامهي ووحي مسلم الربن عبد المطالبة وحي مسلم الربن عبد المطالبة مركا وحاسقار هدنا أشيقنا علي بن أبي طالب يا فاضم يا حسن يا حسين يا سقار أشيقنا أهل عبابا لينا مركي والنبي قل لم يبهاله هذي قل دي نصارى ذاهي عرورتي أن أنوى ضيارنا أنوى ضيارنا علي يا فاضم يا لودي والبوية المركا سمردي هوي هذا أهل بيتي بوي سقار يقول أشيقين لكن أهل بيتك وقرابة النبي markii ree abd muddalib iyo muslimiin hasan iyo xuseen iyo faadumo iyo calina sigaar ay u sheegan yihiin albaynimada sigaar ay uga sheegan yihiin haweenka nabiga markaa albaydka kamid yihiin hadal kama joogo allah wuxuu leeyahay waqarna ku sugnada gabdhihiyo fi biyuti kunu gurihiina inaad haajo uga baxdaan mooyee wala tabarrajna habban bixina tabarrujil jahiliyati jahiliga bambixiisi oo kale alula ay hore sida gabdhihii hore jahiliga u bixi jireen هو بحين يدينك وقاون ودين عدن قاون واقمنا الصلاة صلاة دنا أوجا وعبادة الله مقارة صلاة ووحدنا هو النفط لهذا إن سوقلين واتينا الزكاة الزكاة بحية وإحسانك بني آدم كل غصم فلايو وضعنا الله الله نأضع ورسوله ورسول كيس أضع مركب مركب للي صلاة تكذب الزكاة بحية وضعنا الله ورسوله وعام صلاة الزكاة ويشوف سقلين وضعنا الله ورسوله وده كل وجهه سكليا من عطف العام على الخاص وحي لهذه وين إنما يريد الله الله وحسد أوليه هاي أو يسأسر أوليه هاي وهو الله ربا ليجيب إنه كالتكسي عنكم حقين كباب إيوه الرجس قرنك إيوه وسخد أهل البيت يا أهل البيت قيسكي النبي قو ويطهيركم إذن ظهر تطهيرا ظهرتان وواحد دنبئة يواح وسخة يواح هذا الحماه من إيدي سوقل واذكرنا حصة حفظية ما كي يطلع لغو أغري في بيوتكن قريهن ومن آيات الله إلهي آياته كمنا يو الحكمة علمك النافع حديثك النبي قوي إن الله ألا كان وفوه هذا لطيفا كيد مخيه خبيرا وحقه قال وحق ابنه اللغو يري وحق قريهن لغو أغري اذكرنا له حالك وضع حسوسنا هذا وفهم وكو عمل فلو حفظ ذي وكرك كقبتوي آياته ألي حكمة النبي حديثك النبي كل حفظها marka nabigu xigmadaha ku jirtay inuu haween badan guursado waxa kamida macallimiintiiba badanay oo haweenkiiba waxa loo rabaa macallimiin u gaara ya loo rabaa ilaahay kuwan nabiga la jooga iyo uga dhigay macallimiin xigmada ku jirtay kamita wadkurna xusuusnaada xuso oo aqriya markii yutlaal lagu aqri fi buyutukum gudihin wadkurna aqriya oo xusuusnaada markii yutlaal lagu aqri fi buyutukum gudihin oo min ayati illahi ilahi hadisa والحكمة حكمته إن الله ألا كان وفوه هذي لطيفا كيدم هي خبيرا وحقه قال حكمته وحديث كان نبي قوي إن المسلمين رقى مسلمين تا يو المسلمات قبلها مسلمات كا والمؤمنين رقى مؤمنين تا والمؤمنات قبلها مؤمنات كا يو القانتين ذاتك أضيعة الله يو القانتات قبلها أضيعة والصادقين كوة رنت الشيقاها يو الصادقات قبلها رنت الشيقا والصابرين كوة صبر ونباتات أصبر أي دين iyo sabiraati gabdhaha sabra wal khashiiina kuwa khushuuco allahu khushuucoon kibir iyo waxba ku jirin iyo wal khashiiati gabdhaha khushuucsan wal mutasaddiqiina kuwa sadaqaysta oo raga ah wal mutasaddiqaati kuwa sadaqaysto dumarka ah wasaaimiina kuwa sooman oo sooma oo raga ah wasaaimaati kuwa soomo gabdhaha wal xafiidina kuwa ilaaliya furujoon farkiyalkooda oo raga ah wal xafiidati kuwa ilaaliya haweenka وذاكرين الله الله كو حسا كثيرا ان بدل يوذاكراتي قبلها حسا
أعد الله ألا وحي أديار قريين اللهم ضدك مغفرة بالله فيه وأجرا أجري عظيما نوي وتوصفه نبقى وحي كوي لهذين أم السلامة وحي تريا رسول الله رجع أم بالله الشيقة وقرآن كاللغو الشيقة أنا قمي أن لا شيقة إنين قرم أن لا شيق إلا إنت بدن هذا الكور حال هايس كور رجعوا أدنيه طبعا كان صفاء الله الشيقة وقبله كبيرهين مركا قودهان اسكو دارو wixii raga lagu sheego haweenkuna way amran yihiin haduu cibaadada iyo daacay yahay haweenkuna way amran yihiin marka muslimiin iyo muslimku iyo iimaanka iyo islaamku luqa ahaan waa kala laba oo iimaanku luqa ahaan waa qalbiga oo laga rumeyo wax laga rumeyo islaamkuna waa xubnaha oo laga shaqeeyo oo laga cibaadeysto way waa luqada markii leena laakiin way islaazimiyo iimaanku markuu qalbiga galo xubnaha shaqeynaya islaanimada way iman ka midhi si way imanku marka wuxuu ku siyaada bil islaami buu ku siyaada marka ma kala maadmaan labadood waa luqad waa laba sifo fiican qaanifi iyo qaanitaad waa dadka adeeco oo amarka qaata iyo nahyiga qaato oo adeeca rag iyo dumarba kuwa runta sheega oo beenta iska ilaaliyo diintooda ka run sheega oo sheekadooda ka run sheega oo waxa weeye hoggaansan kuwa sabra dhibaatada u sabra diinta ku sabra ee khayrka Alla sayo ku shukriya wa kuwa sabirintu inama yuwafas sabiruna ajrahum bighayr hisab khashiciin ya khashiaad wa kuwa an kibir kalahayn khushuucda waxa la yiraahdaa luqahan markii la yiraahdaa wasiyad dabacsan waa inaadan si kibiruhu madaxtaagoo isqaad qaada waa inaanu ruuxo ahayn u bilmatan markuu wardiyeeyo waa inuu sidaas oo kale yahay oo hal ilaah deemanaynin quraankiisa aqrisanayo mutasaddiqiin mutasaddiqaat waa dadka sadaqada bixiya saaimiin iyo saaimaat wal haafidiina furujum wal haafida wal haafidiina furujum mafcuulki baa la sheegay al haafidiina mafcuulki wal haafidaati mafcuulki waa laga gooyay ka hor laga kaaftamay wadaakirina allah mafcuulki waa la sheegay wadaakiraatina waa laga gooyay adaakirina adaakiraatina allah way marka cibaadadan oo dhan way iswada daba taala dadkii sida yeela oo sabriga iyo khushuucda iyo ee mutasaddi waxaan oo dhan waxay soo hoosgalayaan islaamti iimaannimada soo gal inta dambe sideedda dambe islaamnimada iimaanka soo wada hoosgalaya sideedda dambaba intaasii soo hoosgalaya waa islaamnimada oo farac yeelato marka waxaad ka qaadataa meesha Allah ajriga weyn cida uu siinayo ee u dambi dhaafay waa kuwe inta ku ku dhalmo way taa ugu meel kale ajriga ka raadin innal muslimiina ragga muslimiinta iyo wal muslimaati qablaha muslimaatka والمؤمنين رجع مؤمنين تاء والمؤمنات قبلها مؤمنات كاء والقانتين رجع أضيعة والقانتات قبلها أضيعة والصادقين كورهن تشيعة والرجع والصادقات كورهن تشيعة وهاوين كاء والصابرين كور صبرة والصابرات كور صبرة وهاوين كاء والدبات هذا وصبر الدين تكون صبرة والخاشعين كور خشوع سن كبيران جاهين والخاشعات كور خشوع سن وهاوين كاء والمتصدقين قوة صدقة يورجع والمتصدقات قوة دمر قوة صدقة والصائمين قوة صومة والصوم ككود دلالة والصائمات قبلها الصومة والحافظين قوة إلى الفروجهم حمانتي وسخدك إلى عليا والحافظات قبلها إلى عليا والذاكرين الله الله قوة حصة كثيرا إن بدن والذاكريات قوة حصة عد الله ألا وحودي يعني لهم يجا مغفرة بالله وأجر الأجر عظيما وحين لي سديد السفاء كله islaanimada iyo iimaanka soo wada hoosgalayaan kulligood islaanimada nooc kamid way wama kaan uma sugna umana banana li mu'min qaf mu'mina oo ninna wala mu'minatin gabad mu'minada ila qadallahu alla markuu xukumo iyo rasuulu rasuulisu amran amr mahkay xukumaan an yakuna inu ahaado uma qumana lahum yaga al khiyaratu doorashadu min amri yaga amarkooda uman yasillaha alla qafka caasi wa rasuulu rasuulkiisa caasiya faqad dallahu lumay ضلال اللميد مبينا وعدبل أيده حيكتمد زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي أحبك النبي أهاي الله شوكتر النبي حريي يقبلي زينب بنت جحشي أهاي النبي إددين لشي يجيلي وانكدوني بولي وانو أم بيتري ويلكاس أنكور ربابول وكاس يتري ميالي يتري ويلكا ميالي ويلكاس وانكنا صفيعنا وانكسر وانكسنا iga daabay tir wiilka ayadana marka dursha laga saaray markaasay tir waa soo tashan
adu sidii bi wiilkii gabadhii ku guursatay markaa si guud waxa weeye qof muumina ragay dumar wuxuu dooniyaha ahaade xukunka Allah haduu dusha ka foolo khiyaar mal xukunka aan bay marayaan meesho mar mid kale meesho waxa ka muuqanaysa kafaa'ada waxa la yiraahdo ama gayaanka waxa la yiraahdo waxa weeye waa diin ima aha nasab iyo dhalasho ma aha waa diin nasab iyo dhalasho midna ma aha gabadha Zainabi waa gabadha Quraysheed nabiga ay dadina way dhashay waa gabadha Quraysheed ninka loo guurinayo Carab aha ahade waa nin adoonnimo soo martay oo la kala gato la xoreeyay way oo aabiin ka soo aabihi qoyskoodii u yimaadeen meesha Miqdad bin Aswad wuxuu qabay Dubaa'a bint Zubayr oo nabiga ay inaadeertay ahayd yuu qabay nin adoonnimo soo martay buu ahaa بلال بن رباح الحبشي عبد الرحمن بن عوف الزهري ولا شبو قبل مركا نسبك ما أها قولك نسبك ما تعلق قولك هو الدين وي دو قفت الدين يعني نبي قول حبيري دينك يدين ما دو الدين تيسا إيو لقن كيسا كرها لنقطان وقوري يبو النبي عليه الصلاة والسلام مركا واح نسب ليلا مكره وقيانك لكن إمام الشافعي يبو إمام الشافعي وحو أدو رجحا inu nasab ka laftiisa loo qeybtayo imaam shafiic dad ay soo meel saru ka dhaseeyo wa ni abd munaf ee mudallib bin abd munaf way hooyadiina waa abd mudallib imaam shafiic marka waa nin carab iska dhal ah marka isagu xagaas u badan yahay ha wama kaan uma sugna li mu'minin qaf mu'min ho nin ah wala mu'minatin gawad mu'minada ila qadallahu alla markuu xukumay wa rasuuluhu rasuulkiisa amra markay xukumaan sida gabadhan Zainab oo kale leeyd wiilka Zayd bin Harisa taa lagu guuriyo an yakuuna inuu u sugnado uma sugna lahum iyaga al-khiyaratu doorashada oo min amrihim iyaga maamulkooda wixii la amray dusha laga saaro waa inay yeelan uban yaxillaha alla qofkii caasiya wa rasuula wa rasuulkiisa caasiyana faqad dallawu lumi dalalan min mubeenan oo cad oo geed loogu soo dhaman qofka caasiga maxaa soo galaya xukun alla markuu ku dul saaran yahay marka diidood ku gacan saydo gabadha marka xukunkaasa la dul dhigay xaaladeedu waxay ku dambeysayna waan arki doona wad ku xusba nabiga lagu yidhi id waqti taqulu aad ku tiri lil ladiki an amallahu alla unimay alayhi dushis oo islaam uu ka dhigay waan amta alayhi adnaadu nimaysood xoreysay amsig hayso alayka dushaadi dawjiga xaaskaaga ku hayso ala cismatika wa taqillaha alla ka baqo gabadhan ha furin nabiga waxa lagu tuqfi waad qarinaysaa fi nafsika naftada ma shay allahu alla mubdihi zahirin doona wa taxsha naas dadkan waad ka baqaysay wallahu allah haqu mudan anta taxsha inaad ka baqdo allah mudan inaad ka baqdo ayadu waxay ahay gabadhii Zainab bintu Jahshi Zayd bin Harisata uu guursaday guriga loo geeyay way isfahmi waayeen marka gabadhiyo hata inuu la hadlo way isuroog way marka qaar ka way ku hadal kululaatay marka suu nabiga u sheegay oo wuxuu risaal saaday ay haysata marka inaan furaan raba markaasuu nabigu raa furay waxa nabigu u qarinayo ee Alla soo daahirin doono muxuu ahaa Allah baa u sheegay inay xaaskiisa tahay oo markuu Zayd furo inuu guursan doono Alla u sheegay marka wuxuu ka yaabay haduu de ka furo intuu ka furay buu guursaday baa la dhihilaa qoliyaa sax kala u fasirayo mulhidiinta iyo munaafiqiinta waxay leeyahay wuxuu qarinayo gabadhu jecelade bay idhiheno qalbigiisa ku jirsay marka jacaylka gabadhu jecel yahay buu qarinayo bay waa bay waxba kama jiraan way wuxuu nabigu qarinayay Allah baa u sheegay inay xaaskiisa noqonayso marka day isagoo Allah sida u sheegay inuu hadana oo kullayba guursan doono wafuud inuu yiraahdo way ku adkayd nabiga kaleey salaatu wasalaam wayd waqti bal husba lay taqulu aad ku tiri lil ladiki an amallahu alla uu nicmay alayhi dushiisa islaam ka dhigay waan amta alayhi adiguna aad u nicmaysood xoreysay amsig hayso alayka dushaada waxaad ku haysaa dawjiga xaaskaaga isku dulahay واتق الله الله كبر وتخفي وحد قريني سي في نفسك النفط هذا ما شيء الله ألا مبديه وظاهرين دون وإن تقرسن دون تو أي حاس كاك تهيئة وتخشى الناس هذا كتكبر قيسيو هذا دينك انتو انتو آت كفرتو آت قرسيتو ذات كتكبر قيسي والله الله أحق كمضا أنت تساوين آت كبر فلما قضى مركو كوف سدي زيد وزيد منها قبل حق هذا وضر الحصاد دي مركي كبر دي zawjna ka waa ku guurinay maxaan kugu guurinay likay la yakuuna si uu u ahaanin calal mu'miniina mu'miniinta dusheeda xarajul ciliiri fi ajwaajiyad ciyaahi wiilasha sheegta xaasaskooda haday guursadaan
إذا قضوا مكهي كأف صدان منهن وضرن مراد كوذا كأف صدان وكان أمر الله أمر كألا وحا هذا مفعولا كيلا سمين أمر كألا لا سمين وحا كميدا إلا قبل ذي نباء قرستين مركز زيد ويمن أو هاي سيدو وانفوري قبل ذي يلي مركز زيد كحي صدعي وكو قرنا لي قر كال زي نباء وقر كوغو قيمة بضل الله سبحانه وتعالى أقوري فوق سبع سماوات باللوغة قوري النبي عليه الصلاة والسلام warsidaha u kala warsideeyana wuxuu ahaa malaa'ikada jibriil boo aha marka guurka ugu wanaagsan wey Aaysha waxa ku faani jiray iyo Zeynaba Zeynaba waxay tiri idinka dadkiina idin guuriyo ani Allah ba iguuriyo bay tiri Aaysha waxay tiri aniga inta anoo malaa'ikada jibriil maray ugu wado intu nabiga ii keenay yidhi waxaaskaagi ho nabiga loogu keenay mana ahaan waxaaskaagi ho wax bikaaruhu guursadeena Aaysha jirta way su faani jiray labada gabdho marka Allah wuxuu leeyahay markuu Zeyd ka oofsaday muraadkiisa ka xisa dhacay yaan ku guurinay waxaan ujeedaduna waxay tahay muuminiintu wiilashi sheegan jiray gabdhihii ay fureen haday guursadaan seen ciid u noqon oo loogu ceebayn in la dhihin alleele wiilkiisa gabadhiisa uu guursaday aan loo dhihin waa mas'ala sharci oo meesha soo gashay Allah wuxuu leeyahay falama qadba markuu ka gutay Zeyd iyo Zeyd minha gabadhiisa inaba ahay wadaran haajadii markuu ka gutay زوجنا كهوا كوجورني، محن كوجورني اللي كلا يكون سبون أو أهانين على المؤمنين المؤمنين تشوش هذا حرج عريري في أزواج أدعيائهم ويلش الشيء تحسس كذا ديك وصلان إذا قدوا ويلش وما كي كأف صلان منون قبلها ودر الحاجة دي كأف صلان وكان وحوا على أمر الله أمر كعلم مفعولا كلا سمينه وين الجوسات زي النبى ما كان ما على النبي النبي قدوش يسمين حرج واحدة فيما شيء فرض الله الأوجو حلالي له النبي سنة الله وألا تنقن كيسي في الذين كون كل درم ترين خلوت وكان وحده أمر الله أمرك على قدر الحق مقدودا والحكم بالنقد ما شو حوي واحد باتون النبي صار وحي تلما ما يسين تدبا واحد له ننكره هو إنك أذو جور سدابينه وجور بدينه يهود وكليه دعيدا سيصور دقيا واللوجو الرجيب عليه جور بدنها بالمثل نبي الله سليمان وكله boqol gabdhood oo xaasaskiisa iyo saddex boqol oo gabdhood oo suriya abu haystay daawud inta ay leeg buu haystay markaa waa loogu horreeyay guurbadnida waa loogu horreeyay way guurbadniduna xaq bay ahaydo maslaxa weyn bay inaga inoo ahayd guurbadnidu way ma kaana maahan cala nabiga nabiga dushisa min xarajin wax dhiba fiima shay dib kama saara faradallahu alla u xalaaleeyay lahu nabiga muxuuna dib uga saaray sunnatullah wa ilahi wadadiisi في الذين كويو كل دغمي خلوت من قبلهم أم بيدي هرم سيدا نبي يقول بدني وكان أمر الله أمرك الله وحوه هذه قدرا حكم مقدورا الله حكمي خصوصا سواكوه الذين خلو من قبل واكوه الذين كويو يبلغون كجارسين رسالات الله إلهي رسالوين في صدد كجارسين ويخشونه كبقي ولا يخشون أن كبقي أحدا أحد إلا الله ألمه وكفى بالله الله ما كفل الحسيبا حسابي أهان أنبياء الله شيخ النبي محمد وضدوض أمري كما هوين بدنا وكوة رسالة الله كسو قرسيني وكوة الله كبقين عدك لك بقين مالك النبي الله محمد وحلو على الولد كيسين ألم يعدك لها كبقين مالك النبي دي كما بقينين حقي بني آدم لماذا كانتين مرمر إنه هذا الكواب تاسور قاله وحن الله كما بقين الله بحسابي أهان كفلا عيد ولي بوحي سمايس اللهم بحسابنا مركا النبي الله محمد وضداسه مريوي رسوشا خلو من قبل تقيه الذين كوا يبلغون قارسين رسالات الله ألا رسالاته صددك قارسين ويخشونه الله كبقي ولا يخشون أن كبقي إن أحدا قفنا إلا الله ألم ويان وكفى بالله الله باكفلا حسيبا حسابي أهان سيدو الله وحو حسابي يعود حسابا كتامتر ما كان محمد محمد معها أبا أحد قف أبيه معها أمير رجالكم رجينا كمذا ولكن كان وحاضر رسول الله وحاضر رسول الله وخاتم النبيين أنبياء ذكروا جدا بيجيبوا النقض وكان الله ألا نوحوا هذا بكل شيء شيء لأرك كل عليم كيو عيد وحياة المامة شيء ألا نكي محمد ها حسادي يكون حما بايري ويلكيسي زيد ها يقبل يسيبور سدي بالي marka sayid nabii muhammad nin oo abo u yahay ma joogay marka caruur buu lahayay wiilashii way dhinteen ee waxa weeye nin fijaal u xajil waxa la yiraahdaa ninka qaangaarka rajilayn
marka nin rajilo qangaar oo hadda jooga nabi maxamed aabab uma ahalay waligi nin qangaar nabi maxamed ma dhalin baalay marka ma aha wiilkiisi marka waa goor Zayd bin maxamed baa la dhin jiray lama dhig karaa Zayd bin maxamed lama dhig karaa Zayd bin Harisa bin Shurah bin al-Kalbi way ma kana maxamedun maxamed ma aha aba ahadin qof aabihi ma aha oo mid rajal ku raga waayeen kamid walakin rasuulullaah kana rasuulullaah ibn noqda rasuul allah wa khatama nabiyina anbiyada ki ugu dambeeyay in badan bu nabiga cali la nabiga badii in badan bu ku cilciliye la nabiga badii meel hiiraan la idaaba joognayo qoxootigaas oo koonfurta Soomaali ah nin baa yidhi nabi baan ahay markaa oo de nabi oo nabigu wuxuu yidhi la nabiga badii buu yidhi xageed ka timid la nabiga badiigiisi baan ahay laftiisi baan ahay laftiisi baan ahay buu ha naftiisi waaba nahay buu marka waxa way way badanta inta nabi nima sheegtay boqolaal baa nabi nima sheegtay allah wuxuu leeyahay wa khatama nabiyina way wa kana allah allah wuxuu xaqi bikulli shay aliima magaca muhammad nabi ilaah muhammad afar meelood baa ku sheegay suuratu al imran suuratu muhammad suuratu al fath anbiyaada kale magacooda lagu sheega afarta meelood ee nabiga magciisa lagu sheegay mid walba risaala ka dambeysa mid magci oo qayaxan lama sheegay mid walba risaala ka dambeysa marka inagu markaan hadda nabiga magciisa sheegayno magciisa qayaxan waa mamnuuc in la sheego maxamed ba saayid lama dhigi karo maxamed diintiisa ku jira lama dhigi karo maxamed sallallahu alayhi wasallam maxamed rasuulullah maxamed khayru khalqillah amaan ba la raacinay marka lafdiga maxamed isticmaalayso allah wuxuu leeyahay ya ayuha alladina amanu mu'minintiye udkurullah allah husa dhikran husid kaseeran oo badan wasabbihuhu utasbihsada bukratan arooti iyo waasiilan galabti waxaa la ina amray dhikri farabadan dhikriga badan wuxuu kaaga filan yahay nabigu minin baa yiri ya rasuulullah aan jannada kula galo markaasuu yiri carabkaagu yuuna dhikri ka qalalay dhikri yuuna carabkaagu ka qalalay marka dhikriga badnidiisu waxay ku iman markaad masjidka joogto markaad banaanka marayso markaad gurigaaga joogto marka sood fursad u hesho subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar allahum salli ala sayidina muhammad afkaaga ka qoyanaato hadii mid suura galahay waqti walba afka lagu hayo laakiin waa in awqaad fara badan uu dhikrigu ka qaato waxa si fiican waliba habeenkii markuu qofku soo tooso oo salaatul leylka tukado halka habeenkaas uu adkaarta badan quraanku waa dhikri tasbiixida tahliisha salliga nabiga waxa soo dhani labadi alla rabaa way waxa weeye qofka duu digriga bato isagoo digriga ku dhiman buu isagoo digriga uu ku dhiman isagoo sidaan waxa lay sheegay nin naftu qabatay walaa ilaaha illallah laa ilaaha illallah ku cilceliye oo markuu kari waayay sida yiri yalla ay sheegay sida farta u taagay yalla ay sheegay intaad nooshahay oo dfayowday wax carabkaagu u badan yahay umbaad ku dhiman ogow yaa ayuha alladina amanu mu'minintiye udkurullaha allah husa dhikran husid kaseeran oo badan tasbiixdi iyo tamjiidi iyo taaliisi وسبحوه ألا نزه أو تسبح ذات بكرة أروتي يوم أسيلا قلبتي هو الله الذي الله يصلي عليكم إذين حريسته وملائكة ملائكتيسن وإذين دعيسه ليخرجكم إذن كثار من الظلمات مقدقة إلى النور إذين صار وكان الله وحوء هذا سبحانه وتعالى رحيما بالمؤمنين مؤمنين تكون حريسته صلقوا حق الله وأن حريس حق ملائكتنا ودع حق الله وأن حريس حق ملائكتنا واد دعوي الى الهي كو دعين ما هيو عيد كلو كاغا دعين ما جيرتي وانا حريستي في سيتوسا كو سيناي الهي و خوينو تفضلاي قفكون ماركو مؤمن نوقدو او ذكري غبديو او ريرا مساجد نوقدو ريرا قران نوقدو رحمه الله سدا اوغو سوكنايسا ان ماركلي كا كلا غاين سدا سوغو دول سوكنايسا هيه هلا فريسن ام دد كفاسقين تا هلا فريسن رحمه وي كا غايسا دد فاسقين تا لا فريسات رحمه وي كا غو هو الله الذي الله ويصلي كصلي عليكم دشينو ايدين حريستا وملائكته ملائكتي شنو ويدن كصليدا او ايدين دعيسا مخو الله ايدين كنا حريسا ليخرجكم من ايدين كسارو من الظلمات مجدقه الى شرك الى نور ظلمات الجهل والشرك والوسواس حق نور الايمان انه ايدين سارو ربا مركي ذكرغا غبطو او الله كو دعيو الله كو نحريسو حق ان بادو شي سكن ميدي كان بادو سكن وكان وحونا اهدي الله بالمؤمنين مؤمنين الرحيمة صفة الله الرحيمة صفة الله الرحيمة هي الرحمن والله بس صفة الله ليه بركة الرحمن الله لما وذاك لكن وانا الرحمة عامة الرحمن تو الرحمة عامة قال يا مسلم رحيمنا مؤمنين خاص كتاه تحيتهم دتك الجنة قال يا شاء السلام تاضو يوم مالي يلقونه الله إلى كل من سلامه الله مركو السلام يو السلام
ملائكته مركي سوا سلام يجو سلام بيسكو سلام يعني مالتها وحول اللي بوا سلام هي خيرات وهو ناكسن وحول بالله مغلي ماي مالتها. وكان بالمؤمنين الرحيما تحيتهم سلام طاد يوم مالي يلقونه الله إلا كل ما يوم القيامة سلام عليكم ودنبت قشان مركي وادعو يجا نحضر وادعو وانا خبره ودنبت قشان وعد الله بحقود ديار قريي أجر الأجر كريما وين ونكسا أعد لهم عدي أجرا كريما أجر وين ونكسا أوفي عن بودي يرقرين والله سبحانه وتعالى.